عمار كان فيك شو بسم الله يور دعاء كل أول الحمد لله في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين الحمد لله ثم الحمد لله We are as رسول الله صلى الله عليه وسلم told us خير الأيام the best of days الحمد لله خير الأيام يوم عرفة الحمد لله ثم الحمد لله We all send the congratulations to the May Allah سبحانه وتعالى accept all. اللهم تقبل من الجميع يا رب العالمين. هذا خير الأيام يوم عرفه. خير يوم طلعت عليه الشمس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم القبول والرشاد والتوفيق والسداد. الحمد لله في هذا اليوم أنزل الله سبحانه وتعالى جل جلاله اخر اية الاحكام. اية نقراها جميعا فرحين مسرورين كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لهذا اليهودي عندما ساله ان في كتابكم يعني القران ايه لو كانت في كتابنا لجعلنا ذاك اليوم عيدا لجعلنا ذاك اليوم عيدا فقال اي ايه في كتاب الله فقال اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر إي والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت نزلت في يوم عرفة في يوم عرفة في هذا اليوم نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا اليوم الذي أتم الله سبحانه وتعالى فيه دينه ورضي لنا الاسلام دينا. فالرسالة الاولى الرسالة الاولى اخوتي واخواتي يا من تسمعون يا من تنظرون ان دين الله عز وجل كمل تم وان الذي يظن ان الدين يحتاج الى شيء منه يضيفه اليه كما قال ائمتنا فقد اتهم محمدا صلى الله عليه واله وسلم بالخيانه، اتهم رسول الله بالخيانه انه لم يبلغ دين الله كاملا دين الله كامل دين الله كامل ايمانيات، عبادات، معاملات، معاشرات اخلاقيات في كل فروع الحياه في الليل والنهار لنا اعمال نحن المسلمين نتميز بها ونقف بها امام الله عز وجل لسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قالوا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى ذكروا كيف يقضي المسلم حاجته، كيف يذهب الى بيت الخلاء كل امر يفعله الانسان في دين الله عز وجل فأنت يا عبد الله في هذا اليوم يوم عرفة يوم عرفة أسأل الله أن يعرفني وإياك وإياك يا أختي بالله عز وجل عرف من عرفة أنه يعرف الشيء عرفة فأول شيء نعرف نعرف ربنا سبحانه وتعالى نكون من العارفين بالله العارفين بالله نعلم أنه لا إله إلا هو فتمتلئ قلوبنا بتوحيده سبحانه وتعالى ونعرفه ونعرف أنه إلهنا خالقنا سيدنا سبحانه جل جلاله فلا نخضع إلا له ولا نحب إلا هو ولا نخاف إلا هو سبحانه وتعالى ودائما قلوبنا معلقة به سبحانه وتعالى هذا اليوم يوم عرف أن نعرف الله عز وجل أن نعرفه سبحانه وتعالى برحمته قدم لنا نفسه سبحانه وتعالى من هو بسم الله الرحمن الرحيم من هو الحمد لله رب العالمين تخيل وتفكر العالمين جمع عالم جمع عالم فهو رب كل عالم سبحانه جل جلاله هو الرحمن الرحيم في اخر ثلاث صور في المعوذات قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد من منا يحتاج الى تفسير وفهم هذه الصور التي نتعوذ بها والتي نذكرها والتي دائما نحن نعيش فيها فالله سبحانه وتعالى اسال ان يجعل يومنا هذا يوم عرفه يوم معرفه به عز وجل. يوم معرفه برسوله صلى الله عليه واله وسلم. يوم ندعو الله سبحانه وتعالى جل جلاله الدعاء الذي يجمع هذا الدين في كل الشعب في شعب الايمانيات ايمانا به عز وجل ايمانا به إيمانا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إيمانا به أن يكون عندنا هذا اليقين عليه. واسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن يرزقنا الإيمان الكامل، الإيمان الذي لا شك فيه، الإيمان الذي كأننا نراه كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرف الإحسان. سأله جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. سبحانه جل جلاله، فان لم تكن تراه فانه يراك. المرتبة الثانية الدون من العالية كانه يراك سبحانه وتعالى فانه يراك سبحانه وتعالى، فان لم تكن تراه فانه يراك. اسأل الله ان يرزقنا هذا الاحسان، هذا الايمان، هذه الثقة به سبحانه وتعالى، هذا الامر الاول، الامر الثاني لتحقيق شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الامر الاول شهادة ان لا اله الا الله هذا الايمان في القلب. الثابت المتصل به سبحانه وتعالى شارد أن محمد رسول الله أن قدوتي أن أسوتي أن حبيبي الذي أتبعه ليل نهار في سيرته في سورته في سريرته صلى الله عليه وآله وسلم في السيرة في الأعمال في السورة في أحوالي في هيئاتي في مشي في جلوسي في سريرتي فيما في قلبي ماذا كان في قلبه المبارك الشريف صلى الله عليه واله وسلم فهو قدوتي فهذا تحقيق لا اله الا الله محمد رسول الله اسال الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم ان يعيدني واياكم وامه حبيبه صلى الله عليه واله وسلم بفضله ورحمته الى ما كان عليه القرن الاول خير القرون خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم واذا قمنا بالدعاء فندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الشعب الخمس الإيمانيات نسأل الله إيمانا كاملا وثباتا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات نسأل الله سبحانه وتعالى لذة العبادة حقيقة العبادة حقيقة الصلاة الخشوع في الصلاة والمعاملات نسأل الله نصلح معاملاتنا لا ندخل في الشبهات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الشبهات والحرام وما بعدنا عنه سبحانه وتعالى بهذه الأعمال وأن نطيب مطعمنا في الحديث إذا أردنا أن يستجاب الدعاء فقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال له وهو يسأله يا رسول الله أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة قال يا سعد أطب مطعمك أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة أطيب المطعم المعاملات المعاملات نبتعد عما فيه شبهة من غش من تزوير من وضع هنا وهناك والمعاشرات نعاشر كما كان يحب الله سبحانه وتعالى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ورسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل المعاشرات وقولوا للناس حسنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالوالدين إحسانا المعاشرات وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى والأخلاقيات الأدب وإنك لعلى خلق عظيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا التوفيق والسداد للدعاء المقبول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أسأل الله سبحانه وتعالى في مقامي هذا وفي جلستنا هذه أن يجعلنا جميعا من عتقاء النار وأن يجعلنا جميعا من أهل جنة الفردوس بفضله ورحمته وأن يقيمنا على ما قام عليه الجيل الأول على ما كان عليه الجيل الأول رضي الله عنهم أجمعين وأن يقيمنا سبحانه وتعالى على ما يحب ويرضى حتى نلقاه وورد عنا هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير.